وبشأن تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم والمحاولات الدؤوبة للحد من انتشاره بعد الخسائر البشرية الكبيرة التي أحدثها، ينضم إلينا عبر الهاتف من غازي عنتاب أخصائي أمراض الدم الدكتور جمال سواس. دكتور جمال، مرحبا بكم. يعني في آخر إحصاء لضحايا فيروس كورونا، سجل العالم إصابات كورونا تجاوزت 800 ألف، والوفيات ما يقرب من 39 ألف حول العالم، لكن هنا إلى أي مدى تظنون دكتور أن الإجراءات المتباينة التي اتخذتها كل دولة على حدة أوصلت الوباء لهذا الحد من الوفيات؟ أهلا وسهلا بكم وفي مشاهديكم. أخي الكريم، الإجراءات عدلت تعديلا طفيفا في نسبة الوفيات وفي نسبة العدوى. بالنسبة للفيروس نفسه، لا يوجد الآن إجراءات نوعية لمكافحة الفيروس. ما نعمله كأطباء هو دعم أجهزة الجسم وبشكل خاص جهاز التنفس. العدوى مبالغ في إجراءات التحفظ منها والوقاية. فلنقارن فقط العام الماضي حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، قاربت وفيات الإنفلونزا 500,000. هل أجريت إجراءات احتياطية للوقاية من الإنفلونزا كما أجريت لكورونا؟ طيب، نعم تفضل. دكتور جمال، يعني منذ بداية هذه الأزمة يعيش العالم، لكن هناك ربما البعض يصفها وجود نقص حاد في المستلزمات الطبية في عدد من البلدان. أريد سؤالك هنا وأنت مختص في هذا المجال، كيف تضع المنظومات الصحية الخطط لمكافحة الأوبئة؟ هل موضوع أنه تقصير من قبل الحكومات أم أن الجائحة أكبر من قدرات الدول؟ حقيقة أن الدول تضع مخططات بشكل عادي، استهلاك عادي. أشبه لك الحالة ببنك أعلن إفلاسه، شائعة كاذبة أعلنت إفلاس بنك. فيأتي جميع الناس لسحب مدخراتهم في نفس اليوم. البنك يعجز عن هذا، له معدل سحب يومي. وكذلك بالنسبة للمستلزمات الطبية من الأقنعة والأدوية والمعقمات، لها معدل، يوجد احتياطي، ولكن ليس إلى حد أن كل الناس تطلب هذا الشيء في وقت واحد. دكتور، منظمة الصحة العالمية تقول إن المؤشرات مشجعة لتباطؤ كورونا في أوروبا. أوروبا أصبحت الآن هي الحاضنة ربما بعد الولايات المتحدة لفيروس كورونا. من خلال متابعتكم، هل الوباء في طريقه إلى الانحسار دكتور جمال؟ الوباء يهب في منطقة ثم يتراجع، لكن يكون في منطقة أخرى. ما السبب في ذلك دكتور؟ تفسير العلمي. من استقرائنا في تاريخ الأوبئة في العالم، كل الأوبئة لها بداية ثم الذروة ثم تنحسر. طيب. وذلك لأسباب كثيرة تتعلق بالمناعة وتتعلق بالفيروس نفسه، حيث تتعرف دفاعات الأجسام عليه. نعم. كيف ترون معدلات الإصابة والتعافي في الوطن العربي في المجمل؟ هناك ربما نسمع يعني أخبار من هنا وهناك، يقولون بأنه بدخول فصل الصيف يمكن أن يقضي أو تتباطأ الإصابات، ما رأيك في ذلك دكتور؟ شقين، تسألني عن شيئين. الشيء الأول معدلات الإصابة والوفيات في بلادنا. نعم. والجواب في غياب الشفافية، أي رقم هو كاذب. بالنسبة لفصل الصيف، الأشعة الشمسية بشكل خاص فوق البنفسجية هي قاتلة للفيروسات، معقمة. أما في الشتاء حيث تغطي الغيوم الشمس، معدل الفائدة منها قليل. أما في الصيف ومع غمر الأشعة للسطوح، نتوقع انخفاض معدلات الإصابة. انخفاض يعني في المئة كم دكتور؟ لحظة، وليس من ارتفاع درجة الحرارة. نعم. طيب دكتور، العلاجات المستخدمة الحالية هل لها دور في تقليص أعداد المصابين وبالتالي ربما يتباطأ انتشار الفيروس؟ بس أركز على أنه درجة الحرارة 30-40 لا تقتل الفيروس.
نعود إلى الإجراءات التي نقوم بها، العلاجات لا تبطئ انتشار الفيروس، ربما إذا طور لقاح يبطئ انتشار الفيروس. إنما أركز مرة أخرى، الفيروس والإصابات به لا تستاهل كل هذه الضجة الإعلامية. من غازي عنتاب، أخصائي أمراض الدم الدكتور جمال سواس، شكرا جزيلا لكم.